بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على شخصيات قصة أبو الفوارس عنترة بن شداد اللي ورد ذكرها في الفصل الدراسي الأول. طبعا الشخصية الأساسية عندنا وبطل القصة هو عنترة العبسي. عنترة طبعا شاعر بني عبس وفارسها المغوار، تلخصت المعاناة بتاعته في عدم اعتراف أبيه شداد بنسبه إليه، وده منعه ان هو يقدر يتجوز بنت عمه عبلة. فعاش في صراع نفسي رهيب بين حقيقة وضعه كعبد ذليل وبين احساسه بنفسه ان هو فارس حر، وفضل على الحال دي لغاية ما قدر ينتزع حريته بايده وتم الاعتراف به كابن لشداد، واستطاع ان هو يتزوج من عبلة. طبعا الشخصية التانية عبلة هي بنت مالك بن قراد، أحبها عنترة منذ الصغر وقال الشعر فيها وتغنى بحبها وحارب عشان يتجوزها وقاس المتاعب والأهوال عشان يأتي بمهرها اللي هو 1000 ناقة من نوق العصافير، لغاية ما بقت قصتهم قصة خالدة تروى على ألسنة الناس ويضرب بها المثل. شيبوب. شيبوب ده أخو عنترة من أمه، ده عاش عبد لسيده شداد وكان بيختلف مع أخوه عنترة في نظرة كل منهما للحياة. شيبوب دايما كان بينصح عنترة انه يبتعد عن عبلة وما يذكرهاش في شعره عشان ما يتعرضش للأذى. شداد ابن قراد ده سيد من سادات عبس ذوي المكانة الشريفة، اشترى الجارية زبيبة من سوق الرقيق وانجب منها عنترة، لكن بسبب قوانين القبيلة اللي كانت بترفض الاعتراف بأبناء الجواري ما اعترفش بابنه عنترة. طبعا ده في بداية الأمر. مالك ابن قراد ده والد عبلة وأحد سادات عبس، ضاق ذرعا بعنترة، يعني اتضايق من عنترة قوي لما قال الشعر في بنته وأظهر حبه ليها، ورحل عن عبس حفظا لكرامته وكرامة أسرته عندما تناقل أفراد القبيلة هذه الأشعار وصارت سيرة ابنته مجالا للقيل والقال. عمارة ابن زياد أو عمارة الزيادي ده أحد السادات ذوي المال والمكانة، أعجب بعبلة وتقدم لخطبتها من أبيها وكانت له بعض المشاحنات مع عنترة، يعني كان بينافس عنترة على عبلة. زبيبة دي أم عنترة وشيبوب، اسمها الحقيقي تانا بنت ميجو، كانت بتعيش في الحبشة إلى أن تم الإغارة على بلدها وتم سبيها، واتباعت بعد كده في سوق الرقيق هي وابنها شيبوب، واشتراهم شداد وخدها معاه إلى قبيلة عبس وأنجب منها عنترة. كده نكون انتهينا بفضل الله من التعريف بشخصيات القصة في الفصل الدراسي الأول. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.